وصل إلى الأردن مساء الجمعة أول شحنة من الخراف الجورجية بكمية وصلت إلى 7 أطنان عبر مطار الملكة علياء الدولي، والدفعة الثانية ستكون بذات الكمية وستصل إلى العاصمة عمان يوم الخميس المقبل حسب البرنامج المعد. التفاصيل مع ضيفنا عطوفة المهندس علي أبو نقطة الأمين العام لوزارة الزراعة بالوكالة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير، أسعد الله صباحكم صباح الأخوة المشاهدين في كل أنحاء المملكة. نعم، بداية إذا بتسمح لي نبدأ بالسبب وراء اللجوء إلى الخراف الجورجية. شكرا لك. إحنا وزارة الزراعة تعمل على تأديب متطلبات المواطنين من الأمن الغذائي وخاصة من المنتجات الزراعية، وهناك في بعض المنتجات الزراعية في نقص في ما بين الإنتاج وما بين الاستهلاك. نعم. وخاصة في مجال اللحوم الحمراء في كثير من المنتجات عندنا اكتفاء ذاتي ونصدر، ولكن في بعض المنتجات والحيوانية وخاصة اللحوم الحمراء اللي هي لحوم الخراف والعجول في عندنا نقص حوالي 60%، فيتم بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم يتم تغطية النقص من خلال الاستيراد. نعم. الاستيراد ليس حصرا بجورجيا، ولم وموضوع جورجيا أخذ بعد آخر، لكن إحنا نفتح باب الاستيراد من أي دولة تتوفر فيها الاشتراطات الصحية لضمان عدم انتقال الأوبئة إلى الأغنام والعجول المحلية. نعم، إذن باب الاستيراد مفتوح لي أو من كافة الدول بشكل عام بسبب النقص الموجود في المملكة؟ لا، باب الاستيراد مفتوح من كل الدول التي لا يوجد فيها أوبئة. لا يوجد فيها أوبئة. نعم. الدول التي يوجد فيها أوبئة يمنع الاستيراد منها إلا إذا تم تقييمها مثل الحالة التي صارت في جورجيا. نعم، عطوفتك إذا بتقدر تسمح لنا كيف يتم فحص هذه الخراف والتأكد من صحتها؟ اولا التقارير الصحيه اللي بتصدر عن الشهادات البيطريه اللي بتصدر بشهادات بيطريه من الدول يتم حجر الاغنام المراد استيرادها لمده 21 يوم في البلد المصدر، وخلال ال 21 يوم يتم اخذ العينات ويتم الفحص الظاهري، وبعدها يتم الشحن سواء كانت اذا كانت بالاغنام حيه او عجول حيه، واذا كانت اغنام مذبوحه يتم الذهاب فيها الى المسلخ ويتم فحصها بالمسلخ عند الوصول وعند المغادره، وعند الوصول ايضا هنا تحجر الاغنام والعجول في مزارع الخاصه للمستوردين، ولا يسمح باخراجها للسوق المحلي إلا بعد إجراء الفحوصات الظاهرية والمخبرية والتأكد من سلامتها والذهاب فيها إلى المسلخ وختمها بالمستورد وفحصها لحوم أيضا. نعم، ومن ثم نبدأ بعملية التوزيع والبيع، هل هناك آلية واضحة لهذا؟ آلية التوزيع هي آلية قطاع خاص، يعني هو اللي بيعتمد. إحنا المهم أنه المذبوح سواء اللي بيجي مذبوح جاهز من الخارج أو يذبح داخل البلد، المهم أنه هو بيروح للمسلخ للفحص والختم وتحت إشراف بيطري من الأمانة أو من مسالخ البلديات. نعم مهندس، بما أنك ذكرت موضوع الأختام، هل هناك آلية أيضا لتصنيف الذبائح وجودتها؟ الآلية لا واضحة، لا، لكن هي تختم على يكتب فيها أنه مستورد، ويحدد الدولة اللي بيكون مستورد منها إذا كان استرالي إسباني جورجي، ولكن هنا نشير لانه الجورجي اللي نزل امبارح حسب ما شفنا في تصوير لشركه اردنيه طيران انه هذا كله تم اشتراط ازاله اللية في بلد المنشا. نعم، وايضا مهندس حسب الصور اللي شفناها لم يكن هناك اي خراف حيه. لا، هذا اذا مذبوح جميعا كانت تيجي عن طريق البواخر، ما بتيجي بالطائرة. اسمح لي بس أسألك أيضا سؤال فيما يخص خيبة المواطن الأردني من سعر الكيلو، يعني كان هناك توقعات بأن يكون يعني أرخص من البلدي بأكثر من بضعة، يعني السعر لا يوجد فرق كبير بينه وبين البلدي، ما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني هو أنا شخصيا ما طلعت على سعر الجورجيا حاليا بالأسواق، ولكن ما أشيع عن أنه راح يكون في دينارين ودينارين ونص وثلاثة، يعني هذا كلام غير مقبول، لأنه لو هذه الأسعار موجودة في جورجيا إحنا فتحنا باب الاستيراد 6/24 نعم قريبا، لكن في دول من زمان بتستورد من جورجيا،
وعدد الأغنام اللي بجورجيا لا تتجاوز 1,000,000 رأس. فلو كانت الأسعار في فارق كبير لا دخلوا دول الخليج ولا أي دولة ثانية بيستوردوه، فأسعارهم يمكن تكون تعمل على تريح لسعر السوق، لكن تحدث فرق كبير أنا أشك بذلك. يعني حتى بالنسبة للسوق إن كان هناك مثلا الدفعة الثانية والثالثة وصار في فرق بين العرض والطلب، هل ممكن أن يكون الأسعار أقل من ذلك؟ لا، الـ 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 الأسعار إذا كانت اللحمة أثبتت جودتها ورغبتها لدى المستهلك وصار عليها طلب فراح يصير عليها ارتفاع بالسعر، ما راح يكون فيها نزول. لكن إذا كان الوضع عادي ممكن يكون في نزول فيها وتنزل أسعار اللحوم الأخرى. نعم، مهندس علي أبو نقطة الأمين العام لوزارة الزراعة بالوكالة، شكرا جزيلا لك.